الربط السككي، العراق يحقق حلم إيران بالوصول إلى موانئ المتوسط. بالخير عليهم. وأخيراً الربط السككي مع إيران صار مال ودخل بمرحلة التنفيذ بعد صدور القرار من مجلس الوزراء. شنو هذا المشروع؟ ما هي الفوائد اللي راح نجنيه من وراء؟ وليش البعض يتخوفون منه؟ خلونا نشوف. خط سكك الشلامجة البصرة قديم، انحكى بيه من 20 سنة، وكل ما يقترب من مرحلة الاتفاق النهائي حكومات السابقة تتردد، وأهم المخاوف الاقتصادية هي تأثيره على عمل ميناء الفاو وربطه بطريق التنمية. أما العراقيل اللوجستية فأهمها إزالة الألغام وتجريف الممر المائي بشط العرب، وأيضاً استملاك الأراضي اللي تمر بيها السكك. اللي صار إنه مجلس الوزراء أصدر بجلسته الأخيرة قرارات تخص مشروع الربط السككي، وهي حصول محافظة البصرة على مصادقة الدوائر المعنية كافة على المسار المقترح من قبلها، واستحصال الموافقات الأصولية بتخصيص الأراضي العائدة للدولة اللي يمر بيها مسار الخط، وإزالة كل التجاوزات وتحديد المناطق الملغومة على المسار المقترح. وأخيراً لازم تتولى وزارة النقل تحديد مبالغ الاستملاك لإدراجها ضمن المشروع لدى وزارة التخطيط. بالتفاصيل العملية، يجب أن يشيد جسر متحرك فوق شط العرب طوله 900 متر، هذا تقوم به إيران. أما داخل العراق فلازم يمتد خط سكك حديد لمسافة 32 كيلو متر من البصرة حتى الحدود، ويربط بالسكك العراقية اللي هي موجودة أساساً. والسؤال هو منو راح يتحمل التكاليف؟ إيران لو بالتقاسم مع العراق؟ لهسه ما نعرف. السؤال الثاني، هل الخط السككي مخصص فقط لنقل الزوار والمسافرين مثل ما أعلن وزير النقل العراقي والإيراني بشهر نيسان الماضي، لو الموضوع أكبر ويشمل نقل البضائع؟ الترجيحات تقول إنه الموضوع أكبر من قصة مسافرين، بل هو ربط سككي استراتيجي ثلاثي بين إيران والعراق وسوريا، هدفه هو وصول الإيرانيين للبحر الأبيض عبر مسار ألبو كمال باتجاه حمص ثم إلى ميناء طرطوس. وهذا معناه إنه الخط راح يتضارب مع مشروع طريق التنمية. الآن هل أخذت حكومة السوداني الضوء الأخضر من الأمريكان اللي معروفة حساسيتهم الأمنية من مد أي طريق استراتيجي بين إيران وسوريا عبر العراق؟ ما نعرف، لكن بعض المحللين يرجحون إنه تفعيل المشروع إلى علاقة بالتقارب السعودي الإيراني وإعادة العلاقات العربية مع سوريا. بل هناك من يقول إنه ما مستبعد وجود توافق أمريكي روسي للسماح بهاي الخطوة كمتنفس اقتصادي للنظام السوري اللي يريدون يعيدون تأهيله هاي الأيام. بكل الأحوال المشروع برمته يخدم الإيرانيين اللي معتمدة على السوق العراقي، وراح يسهل إلها نقل البضائع، وبنفس الوقت راح يحول العراق إلى جسر
لربط بندر عباس بالبحر المتوسط، والمستفيد الأول هي إيران وسوريا، أما العراق راح يكون المتضرر الأول والأخير. بالنتيجة السؤال الأهم هو ليش حكومة السودان بالذات سارعت لإقرار المشروع اللي صار لعشرين سنة مركون، حكومة ما صار لها سنة، ليش تروح على مشروع صار لعشرين سنة مركون؟ شنو اللي خلاها تستعجل رغم أنه طريق التنمية هو الأولوية الآن حسب ما دائما يقولون ويعلنون؟ سؤال يراد لتحليل معمق وشفافية بالطرح، وإلا ترى نبقى عميان ونمشي بطريق ملغوم. كيف حياكم.